المشروع بدأ كفكرة ومبادرة باش تكمل أعمال برشا أعمال قمنا بها في حول الهجرة مع شركائنا لنا في المنطقة في تونس في المغرب في مصر ولا حتى أعمال قمنا بهم احنا. فكانت المبادرة نتاع روزال لوكسمبورغ اللي من الأول ناداونا باش نعملوا كتيب. كتيب يكون يتنشر على نطاق واسع فيه ثلاثة أربعة قصص من الأول هو أقل. لكن قلنا موضوع الهجرة ما نجموش نحكيو عليه في ثلاثة أو أربعة قصص يمكن. الموضوع كبير ياسر متشعب ياسر ومهم ياسر ولازمنا نطرحوه بطريقة معمقة. فكانت فكرة الإقامة هذه والإقامة نفسها تطورت مع التونسية تونسية كهو جاءوا معنا أصدقاء من مصر من لبنان من ليبيا من الجزائر من المغرب وكان من المفروض يكون معنا حد من العراق وفنانة فلسطينية. ملتقى جمع عدة فنانين من عدة دول عربية تبادلنا الأفكار فالإقامة كانت أكثر شيء طبعا تعرض مشكلة الهجرة. كل فنان يطلع بفكرة قصة ويكتب لها سيناريو ويرسمها. كل فنان من دولة عربية عنده معناها مينيموم أقل شيء أربع صفحات من أربع لست صفحات تقريب تكون موجودة في الألبوم. الألبوم هذا يحتوي على قصص لكل فنان قصة لكل فنان وكل فنان على حسب خبرته أو رؤيته على الهجرة من بلده. أنا تلقيت من فترة إقامة دعوة لإقامة لعمل إقامة فنية في تونس لعمل لقاءات واجتماعات حول موضوع الهجرة والهجرة غير الشرعية وبين البلدان العربية والأوروبا أو العكس. وده نتيجة الأحداث المأساوية اللي كانت بتحصل للمهاجرين في البحر المتوسط نتيجة هجرتهم بشكل غير شرعي. فكان الإقامة بتتكلم عن الموضوع دوت بنحاول يعرضوا جميع أشكال الأفكار والأطروحات من كل الفنانين العرب حوالين موضوع الهجرة دوت. La cible, est-ce que c'est les réfugiés eux-mêmes ou est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est les Tunisiens, est-ce que c'est les Maghrébins, est-ce que c'est tout le monde, c'est difficile à envisager. Après, je pense que le comment ils ont conçu la résidence et la publication, c'est pas pour les réfugiés, ni les émigrés, ni c'est pour sensibiliser les Tunisiens, parce que ça va être distribué sur le territoire tunisien. أنا اخترت أنه أشتغل على شهادات من لاجئين أو مهاجرين موجودين في تونس بيحكوا عن وضعهم في تونس وهجرتهم من البلاد الأفريقية ما جنوب الصحراء وبعض الشهادات يلي من الأشخاص يلي حاولت العبور أو إلى أوروبا من عمل وثائقي في البداية واتجه نحو عمل شاعري او رمزي اكثر. Il est très vaste. Donc il y a une infinité de manières de l'aborder. Après enfin là où j'en suis à ce moment-là et je pense beaucoup de participants, c'est que on essaie de récolter toutes les infos. Et c'est à partir de là que tu fais ta cuisine interne. Mais enfin le plat, il est pas encore prêt, tu vois. فكانت الفكره متبلوره مسبقا عندي. كتبت القصه. انا كاتب سيناريو كذلك مش محترف كالرسم. تخصصي في الرسم الكوميك محترف اكثر من كتابه السيناريو لكن عندي تجربه كتابه للسيناريو. فالقصه موجوده عندي. حاليا معناها كتابة القصة لازم تاخذ وقت لأن أحيانا تطلع بفكرة جديدة. أوكي الفكرة موجودة لكن في أشياء مرات تطلع لك أو كذا أفكار ثانية ثانوية ممكن تزيد تثري القصة. فحاليا تقريبا الفكرة موجودة وكتبت القصة. الخطوة الثانية اللي هي كتابة السيناريو. والخطوة الثالثة النهائية اللي هي رسم الصفحات. فأنا هعمل قصة حقيقية
حصلت فعلا لمهاجر مصري، لكن هو هي كانت هجرة غير إرادية، هو ما كانش عايز يهاجر لكن هجر غصب عنه يعني. وحصل لي مواقف ومغامرات في البحر لحد ما وصل إيطاليا، بس فأنا حاول أعرضها بشكل رمزي شوية، بحيث أعرض فكرة إن المهاجر ممكن أصلا ما كنتش عايز يهاجر، لكن هو وضع في موقف ما خلاه يهاجر غصب عنه. فكنت بس عايز أعرف بس يعني شعوره، وحتى هو كان المفروض إن البطل للقصة عبارة عن طفل صغير يعني سنه صغير جدا، فعايز أشوف برضو انفعالات الأطفال ساعتها، إن هو لما هو مش فاهم يعني إيه هجرة ومش فاهم يعني إيه سفر. فاهتميت جدا إن أعرض شعور الأطفال في من خلال الهجرة. وي أنا سي بون، جي عملت موضوع في الجمعة هذه، جي دابخي لي تيمونياج كون عيو، دابخي لي ريشيرش اللي شفناهم، سي بون عندي الفكرة نتاعي لشنو نحب نحكي وكيفاش. بازي سور لي تيمونياج إيفيكتيفمون. فوالا أنا باسكو دابخي تو لي تيمونياج و سورتو بارابور لتونس، أنا جي ريماركي بلي لا ميغراسيون مربوطة مربوطة جدا بالعنصرية، سي تري لي. دونك الموضوع نتاعي باش يكون الاثنين هذو، العنصرية وباش نحكي عليها بطريقة باش ناخذ الحيوانات باش نحكي على الانسان. من بداية الإنسانية في الهجرة القصرية، يعني وقت الإنسان بيضطر إنه يترك أرضه لحتى يفتش على وضع أحسن، وبيكون في دائما هيدا يعني نسمع هيدا الخطاب بأوروبا خاصة عن إنه في فرق بين اللجوء السياسي واللجوء الاقتصادي، انه مثلا معاهده جنيف والى اخره ممكن تعطي اللجوء السياسي لشخص مضطهد ببلد في حرب مثل سوريا مثل افغانستان مثل ليبيا. في نوع من العنف اللي هو مش عنف بالاسلحه، في عنف اجتماعي، في عنف اقتصادي، في عنف بكل مجالات الحياة بكتير بلدان، بيخلي انه الانسان يهاجر لانه بده يعيش حياة احسن. ما فينا نفتح الحدود ونخلي كل العالم تجي، انه اوكي بس شو الاسباب اللي عم تخليهم يتركوا؟ وهون في مثل ازدواجية بالخطاب وكتير ايبوكريزي، لانه بنفس الوقت الحكومات اللي عم تسكر الابواب وعم تسكر الحدود، بنفس الوقت هي اللي عم تبيع الاسلحه وعم تستغل الدول الثانيه. يعني بالنهايه هي مساله كيف تتوزع الثروات. فهيدا موضوع يمكن لازم ناخده بشكل جلوبال، بشكل شامل اكثر. الانسان لما يجي يعالج، حابب يعالج اصل المشكله، يشوف اذا كان حابب يطلع الحل يشوف اصل المشكله والمسبب فيها. فبعض البلدان الاوروبيه او الحكومات الاوروبيه يعني كانت سبب في 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 كثير من الحروب، كان هذا مش معظمها او كلها، الحروب موجوده حاليا في افريقيا وفي شمال افريقيا والمشاكل اللي صايره، فهذا سبب نزوح وهروب الناس، عائلات وشباب، من أهوال الحروب اللي كان السبب الرئيسي فيها بعض الحكومات أو بعض الدول الأوروبية كانت سبب في الشيء هذا. فخلق المشكلة هذه سبب لهم مشكلة أخرى، زي ما تقولي كما تدين وتدان. معناها أنت خلقت مشكلة في مكان، أوتوماتيكيا بيهرب لك وبيجيك. معناها الموضوع مهم جداً وليس سهل، ماهوش سهل بالكل، باسكو سوجي سنسيبل على الاخر، اون سي با دو كيل مانيير لو بروندر نو. جو بونس با كون ا اسي ديكسبيريونس بور ولا اسي دو فيكو في الدنيا باش نجمو نحكيو على لا ميغراسيون. دونك
voilà, c'est, on essaye de faire de notre mieux. C'est la deuxième fois que je voyage sans visa en Tunisie. Et c'est juste génial. Ce serait super de pouvoir le faire tout le temps, partout. Mais les règles du jeu veulent que ce soit pas possible. Donc c'est à ça qu'on essaye de réfléchir.